الآن بعد أن تعرفنا على أن الاسم المختص هو يكون بنصب هذا الاسم على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص، وقلنا دائما يسبق بضمير متكلم أو مخاطب، فما هي أشكال الفعل، ما هي أشكال الاسم المختص، ما هي أشكال الاسم المختص؟ لاحظوا الآن بالنسبة إلى أشكال الاسم المختص هي أربعة ويمكن حفظها بسهولة. بداية من أشكال الاسم المختص يمكن أن يكون معرفا بأل، ثم مضافا إلى معرف بأل، ثم ثالثا قد يكون اسم علم، ورابعا مضاف إلى اسم علم. إذن لا يمكن حفظها بسهولة: معرف بأل مضاف إلى معرف بأل، اسم علم مضاف إلى اسم علم. إذن ما هي أشكال الفاعل، أشكال المختص؟ أشكال المختص هي أربع: معرف أل مضاف إلى معرف أل، اسم علم مضاف إلى اسم علم. وإليكم الأمثلة: عندما نقول عن الاسم المختص على أنه معرف بأل كما في المثال، لاحظوا نحن المعلمين ما بنا بنات الأجيال، لاحظوا لم أقل المعلمون، نحن المعلمون، وإنما قلت نحن أخص من المعلمين، ما بنا بنات الأجيال. إذن ما إعراب المعلمين؟ المعلمين مفعول به لفعل محذوف تقديره أخصه، منصوب وعلامة نصبه الياء. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. إذن لاحظوا المعلمين جاءت معرفة بأل. إذن ما هو الشكل الأول للأسلوب المختص للفعل المختص أو للفاعل أو عفوا للمفعول به أو نسميه للاسم المختص؟ إذن الشكل الأول للاسم المختص أن يكون معرفا بأل، ومثال كما قلت نحن بنات الأجيال. من نحن؟ نحن أخص المعلمين، نحن المعلمين بنات الأجيال. إذن النوع الأول هو معرفا بأل، النوع الثاني هو مضاف إلى معرف بأل، ومثاله نحن معشر الشباب، ما بنا الخبر أمل الأمة، نحن أمل الأمة. من نحن؟ أخص معشر الشباب. فما رب معشر مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص، مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص، والشباب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخر. إذا ما نوع الاسم المختص في الجملة الثانية؟ نوعه مضاف إلى معرف بأل. النوع الثالث الآن، النوع الثالث قلنا الاسم المختص يأتي اسماً، اسم علم. لاحظوا بنا يكشف حقه أو يكشف الضباب كما قال شعر، بنا يكشف. من نحن؟ بنا، من بنا؟ تميماً، وهي اسم قبيلة عربية معروفة، وتميما هي اسم علم. فما عرب تميما مفعول به لفعل محذوف تقديره بنا أخصه تميما، ماذا؟ يكشف الضباب كما قال الشعر. إذن تميما هي اسم علم. النوع الرابع قلت هو مضاف، يعني الاسم المختص نوعه مضاف إلى اسم العلم، ومثاله إننا لا تحل لنا صدقة. من إننا؟ من نحن؟ إننا من؟ إذن آل محمد، وهذا ما جاء على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. إننا آل محمد، ما بنا؟ لا تحل لنا صدقة. فإذا آل محمد، فلاحظوا محمد هو اسم علم، وآل جاءت مضافة إلى اسم العلم، فما عرب آل مفعول به الفعل محذوف تقديره أخصه. إننا أو نحن، من نحن؟ أخص آل محمد الخبر، جملة لا تحل لنا صدقة. إذن أربع أنواع للاسم المختص: أولها المعرف في أل، ثانيها المضاف إلى معرف في أل، ثالثها اسم العلم، ورابعها الاسم المضاف إلى اسم العلم أو المضاف إلى اسم العلم. الآن بعد أن تعرفنا على تعريف الاسم المختص على أنه نصب اسم بعد ضمير متكلم أو مخاطب،
على أن هذا الاسم مفعول به لفعل محذوف تقدره أخصه، وتعرفنا على أشكال الاسم المختص وهي أربعة، إما أن يأتي معرفاً بأل أو مضافاً إلى معرف بأل، أو قد يأتي اسم علم أو مضاف إلى اسم علم. الآن تعالوا لنتعرف على حالات وآلية إعراب الاسم المختص، كيف يعرب الاسم المختص؟ سبق وأن أشرت إلى ذلك، لكن تعالوا لنفصل في الإعراب أكثر. فلاحظوا هنا أنا المعلمة مربي الأجيال، تعالوا لنفكر في هاتين الجملتين، والجملة الثانية نحن معشر الطلاب مجتهدون. نحن مجتهدون، من نحن؟ أخص معشر الطلاب. أنا مربي الأجيال، من أنا؟ أخص المعلمة مربية الأجيال. طيب هنا في هاتين الجملتين يكون أنا، لاحظوا، ضمير رفع منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. ما عرب المعلمة؟ المعلمة مفعول به لفعل محذوف، مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره أخص، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وأيضا عندما قلت نحن معشر الطلاب مجتهدون، ما عرب نحن؟ نحن ضمير رفع منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. وما عرب معشر؟ معشر مفعول به لفعل مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره أخص، والطلاب مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على خلف. لننتبه هنا الإعراب مفعول به لكلمة معشر، إذا معشر مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره أخص، وطلاب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وكلمة مجتهدون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. لدي بعض الجمل، تعالوا نفكر في هذه الجمل ونحدد الاسم المختص في هذه الجمل. أقرأ عليكم هذه الجمل: أنا العربية لا أخضع لطاغية، إننا القضاة نقضي بالحق، بنا أيها الشباب تتحقق أهداف أمتنا، نحن العرب نكرم الضيف ونحمي الجار، عليكم شباب الأمة مسؤولية كبرى، أنت طالب العلم مصباح الحياة، أنت مصباح الحياة. من أن؟ أخص طالب العلم. فلاحظوا ما هي من يحدد لي الاسم المختص في هذه الجمل؟ إليكم الإجابة. لاحظوا هنا أنا العربي لا أخضع لطاغية، إننا القضاة نقضي بالحق. أين في كل من هذه الجمل المختص؟ إذن كما تلاحظون المختص هي في الجملة الأولى العربية، في الجملة الأولى إذن العربية، وفي الجملة الثانية القضاة، ثم أيها الشباب، ثم الجملة العربة، ثم شباب الأمة، ثم طالب العلم. إذن هذه الأسماء التي ترونها هي أسماء مختصة وكلها منصوبة وعلامة نصبها سواء العربية والقضاة والعربة وشباب وطالب، كل علامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره. طيب الآن لدي هنا سؤال يقول اختر الإجابة الصحيحة. نحن، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نحن لا نحن لا نورث، من نحن؟ قال هل معاشر الأنبياء أم معاشر الأنبياء أم معاشر الأنبياء؟ لاحظوا نحن معاشر الأنبياء، معاشر الأنبياء، معاشر الأنبياء. ما هي الإجابة الصحيحة برأيكم؟ نأخذ مشاركاتكم ونتمنى. صفية نور الدين، تفضل يا صفية. صفية نور الدين، عن معاشر الأنبياء. نعم أحسنت. إذا نحن يعني منصوب، نعم. لأنه بيكون مضاف إلى معرف بأل.
أحسنت بارك الله بك. نعم، إذن نحن معاشر الأنبياء، معاشر نحن أخص معاشر الأنبياء، فنحن ضمير في محل رفع مبتدأ، معاشر هي مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص، الأنبياء هنا مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة الظاهرة على الآخر، فمعاشر خطأ. والجملة التي تليها معاشر الأنبياء، الأنبياء هي ممنوعة من الصرف، لكن الممنوع من الصرف متى نتخلص من المنع؟ إذا جاء معرف أل، فإذا جاء معرف بأل قال صرف، فتعود علامة جره الكسرة بدل الفتحة. نعم، أحسنت بارك الله بك يا صفية. نعم، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وهذه هي الإجابة الصحيحة، بارك الله بك.